الهكسوس في مصر القديمة. يحيط الغموض بالكثير من أحوالهم وتاريخهم ونشأتهم، وذلك لندرة ما وصل إلينا من مراجع وآثار توضح لنا كيف كانوا ومن أين أتوا تحديداً، وأيضاً ترجع إلى قلة المعلومات المعروفة مما قام به المصريون أنفسهم بعد طرد الهكسوس، وذلك نتيجة محو الكثير من آثارهم وذكرهم، وهذا كان شائعاً في مصر القديمة. وقد لاحظنا ذلك واضحاً جلياً في غضون سنين قليلة فيما حدث مع إخناتون وعبادته الجديدة، وكيف قام المصريون بمحو تلك الفكرة. ولكن من الآثار الواردة لنا عن الهكسوس والناتجة من الحفائر، يظهر لنا مدى اهتمام الهكسوس بتسجيل كل شيء عن حياتهم، في ملابسهم، في فنونهم، وحتى في عقيدتهم تلك التي سبغوها بالطابع المصري، كل هذا تقرباً للمصريين. واستطاع المحتل أن يستوعب كثيراً من عادات المصريين ويتفاعل مع الآلهة المصرية القديمة. لم يسيطر الهكسوس إلا على الشمال من مصر حتى القوسية جنوباً، بينما ظل الصعيد يحكمه مصريون وطنيون. وقدمت مصر الشهداء واحداً تلو الآخر، وعلى رأسهم الملك سقننرع، ثم من بعده ولده الملك كاموس، حتى خلفه أخوه الملك أحمس، ذلك الذي اختتم ملحمة البطولة وطهر البلاد من حكم الهكسوس اللعين. وسرعان ما أدرك المصريون أن حدودهم الطبيعية تبدأ في خارج حدودهم التقليدية، لذلك نشأت الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة كي تحمي أرض مصر وحدودها وتدافع عن نفسها على أرض خارجية تتبعها كجزء يخضع للنفوذ المصري النافذ في الشرق الأدنى القديم. حكم الهكسوس زعزع تفكير المصريين وجعلهم يشعرون ولأول مرة أن بلدهم محاطة بحصون منيعة، وأنه لابد من الاهتمام بمناعة الحدود والحصون، وبدأوا يشعرون بالخوف عليها من أن يتسلل منها أحد من الغزاة. قبل غزو الهكسوس لمصر، كانت الأراضي المصرية تعاني من تفكك وانقسام داخلي أدى بطبيعة الحال إلى الضعف الاقتصادي والضعف العسكري، مما سهل على الهكسوس دخول مصر. فنجد أن الأسرة الثالثة عشرة قد حكمت جنوب مصر، وفي الوقت نفسه حكمت الأسرة الرابعة عشرة شمال البلاد، وتفاقمت حالة الانقسام بسبب غزو الهكسوس للدلتا. وكانت الشعوب الهندو أوروبية القادمة من القوقاز، وهم تحديداً الحوريون والميتانيون، قد تمكنت من إرغام الشعوب الأصلية لبلاد الأناضول وسوريا على مغادرة البلاد والهجرة إلى الجنوب. وهكذا احتل الهكسوس منطقة دلتا النيل غير المحصنة، والتي كانت تفتقر إلى التحصينات اللازمة، وذلك بسبب الانقسامات التي سادت الدولة في ذلك الوقت.
الهكسوس هاجموا أرض مصر بأعداد ضخمة لم يقدر المصريون على مقاومتها في بدء الأمر، وقاموا بحرق المدن وتدمير المعابد وسبي النساء والأطفال. وبعد حرب شرسة مع المصريين اتخذ الهكسوس عاصمة لهم في شرق الدلتا، أطلقوا عليها اسم زوان والتي كانت تعرف بأورايوس. وتركزت مملكة الهكسوس بشكل أساسي في الدلتا ومنتصف مصر. كانت الفترة بين نهاية الأسرة الثانية عشرة في حوالي العام 1785 قبل الميلاد وبداية الأسرة الثامنة عشرة في حوالي العام 1570 قبل الميلاد، من أشد الفترات التاريخية في مصر القديمة اضطراباً وغموضاً. ففي القسم الأول من هذه الفترة حكمت الأسرة الثالثة عشرة وحدها مصر، وتذكر القوائم الملكية حوالي 51 ملكاً لهذه الأسرة، ولكنها لا تتفق فيما بينها على ترتيب تعاقبهم على عرش مصر. ويعتقد العلماء أن ملوك الأسرة الثالثة عشرة ينتمون إلى أصول طيبة، كما يعتقد العلماء أنها نهاية الأسرة. أصبحت السلطة الفعلية في أيدي الوزراء وليست في أيدي الملوك، ونجح بعض أصحاب النفوذ في الإقليم السادس من إقليم الدلتا، وهو المكان المعروف حالياً باسم مدينة سخة على مقربة من محافظة كفر الشيخ الحالية، في تأسيس الأسرة الرابعة عشرة والتي عاصرت الأسرة الثالثة عشرة. وفي نفس الوقت نجح الهكسوس في تأسيس أسرتين هما الأسرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة، وجعلوا عاصمتهم في الشمال الشرقي. وانتشر الهكسوس تدريجياً، وكانت مصر السفلى في شمال مصر تخضع لحكمهم المباشر، أما العليا في جنوب مصر بلاد طيبة وبلاد النوبة فكانت تخضعان للحكم المصري. حكم الهكسوس مصر في الأسرة الخامسة عشرة، وأعطوا لأنفسهم الحق في الاحتفاظ بالألقاب الملكية المصرية، واستطاعوا في البداية السيطرة على جميع أنحاء مصر وانتشرت أسمائهم. غزا الهكسوس مصر من الدلتا كغزاة وأجانب، وفعلوا ما فعلوا من تدمير وتخريب، ولكنهم في نهاية الأمر قنعوا بقبول الضرائب وترك مدن مصر تحكم نفسها بنفسها. وكان المصريون ينظرون إليهم طول الوقت كأجانب وأغراب ويسعون إلى التخلص منهم. وكلما كان المصريون يشعرون بقوتهم انقضوا على الهكسوس بهجمات منظمة، وكانت مدينة طيبة تقود المقاومة الباسلة حتى أنهم تحدوا الهكسوس وأعلنوا أنفسهم حكاماً لمصر، وقامت الحروب بينهم وبين الهكسوس. دخول الهكسوس لمصر اتخذ صورة التسلل إلى حدود الدلتا الشرقية بأعداد قليلة وفي فترات متباعدة في البداية، وازداد هذا التسلل بمرور الزمن بسبب الضغط الذي مثلته الشعوب الأجنبية على سوريا، والذي وقع خلال تلك الفترات المتسمة بالفوضى والاضطراب التي ضعفت فيها الحكومة المركزية المصرية والتي لم تعد بقادرة على حماية الحدود الشرقية. واستمر الحال هكذا حتى جاء وقت حاول فيه الهكسوس فرض سيطرتهم بالقوة على المصريين،
فوقع الصدام العنيف بين الغزاة الأسيويين وأهل البلاد، فقام الهكسوس بإحراق المدن وتدمير المعابد واستعراض القوة، وفشل ملوك الأسرة الثالثة عشرة في إيقاف زحفهم، وانتهى الأمر باستيلائهم على العاصمة المصرية القديمة منف وسيطرتهم عليها، وأصبحت لهم الكلمة العليا في حكم مصر. انتهى هذا الصدام بهزيمة منكرة للمصريين الذين واجهوا للمرة الأولى في تاريخهم شعوباً محاربة بهذا القدر من الغلظة والشراسة، حيث امتلك الهكسوس عدة واعتادا حربيا عظيما لا قبل للمصريين به. تنوعت آراء المؤرخين حول الأصل العرقي والموطن الأصلي للهكسوس، فهناك من رأى أنهم من الشعوب الآرية تلك التي كانت تسكن وسط آسيا، وهناك من رأى أنهم استوطنوا في كنعان فلسطين حالياً قبل دخولهم لمصر. ويبدو أن أقرب التفسيرات التاريخية للصواب في هذا السياق يتمثل في أن الهكسوس كانوا مجموعة من الشعوب التي سكنت مناطق آسيا الغربية، والتي اضطرت إلى أن تهاجر من أوطانها تحت ضغط الشعوب القادمة من هضبة أرمينيا، والذين عرفوا في التاريخ باسم قبائل الحوريين، واستقروا في مناطق نهر الفرات الشمالية حوالي العام 2000 قبل الميلاد. ولقد أدت غارة الحوريين على مناطق شمال سوريا إلى نشر الفزع والرعب في سكان سوريا وكنعان، فهرب الكثير منهم واندفعوا نحو الجنوب حتى وصلوا إلى مصر. ومن ثم فإن الدلائل التاريخية كانت تشير إلى أن الهكسوس لم ينتموا إلى جنس واحد، بل كانوا خليطاً من الشعوب المختلفة الذين أصبح الهدف الرئيس لهم الدخول إلى مصر للاستيطان في أرضها بأي شكل من الأشكال. والراجح أنهم جماعات جاءت من وسط آسيا واستقرت، ثم بدأوا في التسلل إلى شرق الدلتا أيام الأسرة الثالثة عشرة بحثاً عن لقمة العيش، ومع الزمن ونتيجة لما أصاب مصر من ضعف في قوى نفوذهم، حتى بلغ حداً من القوة شجع أحد رؤسائهم على ادعاء عرش مصر وتأسيس عاصمة لهم. أما الرأي المقبول عامة هو أن هجرة الهكسوس إلى مصر كانت ذات صلة بتحركات شعوب بربرية وقبلية وأجنبية كبيرة هاجرت تباعاً من مناطق أواسط آسيا تحت ضغط ظروف طبيعية أو بشرية لا نعرفها منذ بداية الألف الثانية قبل الميلاد. لم يحمل المصريون كماً من البغض والحقد والكراهية في تاريخهم كما حملوه للغزاة من الهكسوس الذين احتلوا مصر في عهد الملك تيمايوس، وهو الملك 37 من ملوك الأسرة الثالثة عشرة. ويحدثنا المؤرخ المصري مانيتو عن غزو الهكسوس لمصر بعبارات تتسم بالألم والكراهية لهذه الفاجعة الكبرى في تاريخ مصر، قائلاً في عهد الملك تيمايوس حلت بنا ضربة قاسية، وفجأة
تقدم غزاة من إقليم الشرق من جنس غامض إلى أرضنا، واستطاعوا بالقوة أن يتملكوها في سهولة، ولما تغلبوا على حكام الأرض أحرقوا مدننا بغير رحمة، وقوضوا أرض معابد الآلهة، وعاملوا المواطنين بعدوان قاس، فذبحوا بعضهم وخطفوا زوجات من أزواجهم وأخذوا أطفالهم إلى العبودية، وأخيراً عينوا من بينهم واحداً ملكاً يدعى سالتس، وكان مقره منف، ففرض الضرائب على مصر العليا والسفلى، وكان يخلف وراءه حاميات في الأماكن المهمة. تسمية كلمة الهكسوس له تفسيران، أولهما بمعنى ملوك الرعاة، على حد تفسير العالم مانيتون لكلمة الهكسوس، معتمداً في ذلك على اللغة العامة الهيراطيقية وهي السائدة حينذاك، وثانيهما بمعنى أسرى الرعاة، فقد أطلق عليهم الهكسوس بمعنى الرعاة، فكلمة هك تعني في اللغة المقدسة ملك، أما سوس فتكنى بالرعاة في اللغة العامية. أما أجناسهم فقد أتى الهكسوس من آسيا، وهم خليط من عدة شعوب وقبائل. أما المصري القديم فقد أطلق عليهم مرة لفظ عامو ومرة أخرى لفظ سينيو، أي الآسيويين، وهذا يعني أن المصريين أنفسهم أطلقوا عليهم الأسماء المعروفة لديهم منذ الدولة القديمة والوسطى. توجد دراسات وأقوال يرددها علماء المصريات الأجانب، وتلقى رواجاً على صفحات السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية لمحاولة تبرئة الهكسوس من غزو مصر، ولكن يؤكد علماء الآثار المصريون أن غزو الهكسوس لمصر كما تدل الشواهد الأثرية الموثقة يعد أكبر محنة وفاجعة تاريخية حلت على مصر في تاريخها القديم، وأن نضال المصريين القدامى في طردهم تكلف الكثير من الدماء والأموال. وقد ظلت النصوص التاريخية المصرية تنعت الهكسوس بكل ما هو حقير حتى بعد طردهم من مصر. ويوضح الدكتور محمد رأفت عباس الباحث في علم المصريات أن أحد نصوص الأسرة الثامنة عشرة من عهد الملكة حتشبسوت يصف وجود الهكسوس في مصر بأنهم كانوا يحطمون ويخربون معابد الآلهة ويحكمون بدون رغبة المعبود رع والذي كان يكرههم، وأن الأرض قد محت آثار أقدامهم بعد أن طردوا. تشير بردية ساليه رقم واحد والتي يعود تاريخها إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة إلى أن حكم الهكسوس كان بمثابة محنة رهيبة حلت على مصر، وأن ملوكهم لم يحترموا من بين المعبودات المصرية سوى سوتخ إله الشر الذي عملوا على عبادته ورفع شأنه بشكل مستفز للمصريين، والذي يعد أحد مظاهر الإله ست عند المصريين، والمعروف لنا من الأسرة الأولى الفرعونية. ولكن الهكسوس بعدما لاقوا مقاومة كبيرة من المصريين أرادوا استمالتهم والتقرب إليهم بأن أعادوا صياغة معبوداتهم بما يتناسب مع العقيدة المصرية القديمة،
للتقرب من الشعب المصري ومعبوداته، ولم تضف فترة احتلال الهكسوس إلى تاريخ مصر شيئاً يذكر، بل كانت فترة سلب ونهب وتخريب. وصل عدد ملوك الهكسوس في هذه الفترة 81 ملكاً، ومن أشهر ملوك الهكسوس الملك خيان، ويبدو أنه حكم فترة طويلة، وقد حكم حوالي 50 عاماً، وعثر له على آثار كبيرة نقش عليها اسمه سواء في مصر أو خارجها. بدأ الهكسوس أسلوباً جديداً في الحكم، كان وراء نجاح سياسة كل محتل، فقد انصهروا في القالب المصري بدلاً من فرض الهياكل التنظيمية الحكومية الخاصة بهم، ولم يقف ذلك دون احتفاظهم بهويتهم الثقافية والتي تظهر بوضوح في العمارة والقلاع الهكسوسية، واعتمدوا الخط الهيروغليفي في تدوين أسمائهم، وتبنوا الألقاب الملكية المصرية، ونقلوا النماذج التشكيلية التي شاعت في الدولة الوسطى. طرد الهكسوس من مصر بدأ بحرب شرسة شنها عليهم المصريون، وانتهت بطردهم نهائياً على يد الملك أحمس الأول في عصر الأسرة 18، ولم تقم لهم في تاريخ البشرية قائمة بعد ذلك. كانت العلاقة بين ملوك طيبة والهكسوس تمتاز بنوع من الحذر، وكان ملوك طيبة يتمتعون بنوع من الاستقلال بالنسبة للملك الأجنبي، فبعد مرور 50 عاماً أو أكثر من الغزو اعتبروا ملوك طيبة أنفسهم شبه مستقلون، وأصبحوا مناهضين للهكسوس، وأصبحوا مستقلين ما فيه الكفاية لإعطاء أوامر إلى الأمراء من حولهم. في عهد الملك سقننرع الثاني نحو العام 1580 قبل الميلاد، كانت طيبة قد بلغت من القوة والمكانة السياسية شأناً جعل الصدام مع الهكسوس أمراً لا مفر منه، وهذا ما دفع ملك الهكسوس أبوبي إلى اختلاق الأعذار لبدء الصراع، وحقق سقننرع في هذا الصراع بعض النجاح، إلا إنه سقط فيه صريعاً في العام 1575 قبل الميلاد في معركة خاضها مع الهكسوس، وقد لوحظ وجود جروح وإصابات قاتلة في جمجمته، وخلفه في عرش طيبة ابنه الأكبر كاموس، وهو آخر ملوك الأسرة 17، وامتد حكمه 5 سنوات تابع فيها الحرب التي بدأها أبوه، فشن هجوماً مفاجئاً على معاقل الهكسوس المتاخمة لحدوده بقوات من الجيش وأسطول نيلي كبير، وراح يتقدم شمالاً حتى بلغ عاصمة الهكسوس نفسها. وتتحدث النصوص القديمة التي تعود إلى عهده عن استيلائه على 300 مركبة مصنوعة من الخشب الأرز مشحونة بالأسلحة والذهب والفضة والمؤن، كما تتحدث عن بطشه بالمصريين الذين كانوا يتعاونون مع العدو. وقبض رجاله في تلك الأثناء على رسول بعث به ملك الهكسوس إلى أمير النوبة في كوش السودان يحثه على مهاجمة أراضي طيبة من الجنوب،
فلم يتردد كاموس في إرسال قوة احتلت واحة البحرية محبطاً خطط أعدائه، ثم ارتد عائداً إلى طيبة مرة أخرى بانتهاء موسم الحملات بعد أن قضى على تمرد قام به أحد أتباعه. وتذكر النصوص اسم كاموس وأخيه أحمس الذي جاء بعده عند الشلال الثاني في النوبة، مما يحتمل توغل كاموس في أراضي النوبة حتى ذلك الموقع. استمر احتلال الهكسوس لمصر حوالي 100 عام، ولم تكن إقامتهم فيها هادئة، لكن قوبلت بالكثير من الثورات والمقاومة من قبل الشعب المصري. بعد أن دفن الملك كاموس في جبانته في طيبة، تولى من بعده الملك أحمس، والذي كان يبلغ من العمر وقتها 16 سنة، وهذا هو سن النضوج عند المصريين القدماء، وأصبح ملكاً للبلاد وقائداً للجيش المصري وحاملاً للراية في الدفاع عن مصر وطرد الهكسوس من بعد أجداده السابقين، وما فعلوه من عمل عظيم في محاولة طرد الهكسوس من بر مصر. فهم من وضعوا اللبنة الأولى في عملية طرد الهكسوس، والتي تحققت بالكامل في عهد الملك أحمس. وكان أحمس مؤسس الأسرة 18 في التاريخ المصري، ومعها ابتدأ تاريخ الدولة الحديثة في مصر سنة 1570 وحتى 1304 قبل الميلاد. وهنا يأتي عهد الإمبراطورية. كان المصريون يشبهون الهكسوس بالطاعون، وكان أحمس هو من خلص المصريين من الطاعون، ويعد عصره من أزهى عصور التاريخ المصري. وفي عهده أصبحت مصر قوة كبيرة امتد نفوذها إلى فلسطين والسودان، وتوجه إلى العمران، وبدأ بإعادة تعمير المدن والمعابد التي خربها الهكسوس ودمروها. وكانت العبادة التي سادت هي عبادة الإله القمر، وحكم أحمس 24 عام. وعندما توفى خلفه ولده أمنحتب الأول، وكان صغيراً في السن، فتولت أمه رعايته ومساعدته في إدارة الحكم، ولم يكن يختلف عن والده في الشجاعة والرغبة في العمران، ويوجد له آثاراً كثيرة في معبد الكرنك. يعد الملك أحمس بحق بطلاً وطنياً مخلصاً لشعبه، يستحق التكريم والتقدير، فقد كان ذكياً وشاباً طموحاً، أعاد لمصر قوتها وهيبتها. وفي عهده توحدت مصر وعادت الأمور إلى ما كانت عليه أيام المملكة الوسطى. وهنا لابد أن نشير إلى دور المرأة المصرية في المقاومة للهكسوس، لهذا نجدها متجسدة بالكثير من التماثيل. كانت المرأة المصرية أم أحمس وزوجته على رأس المقاومة، وقد استطاع الملك أحمس دفع الهكسوس إلى الدلتا، وهرب الهكسوس إلى مواقعهم الأولى في سوريا وبلاد الشام.